أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أود الحديث بشكل مختصر، لأنه لا أريد أن أثقل عليكم، باعتبار أنه نفس الفكرة اللي طرحها السيد هو عن موضوع شهر شعبان ومناجاة شهر شعبان، لكن طبعا من زاوية أخرى. في الحديث الشريف ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن قوله تعالى: لا تسألن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضلال، وبصرهم بنا من العمى، وعلمهم بنا من الجهل. وهذا الشيء واضح، نحن ندرك أنه اليوم كل يوم تتقدم الحياة نشعر بأنه فكرة للبيت لا يعلو عليه فكر، طرحهم مدرستهم أتباعهم الحقيقيون ما في بالعالم مثل، لا أقول هذا لأنه نحن مثلا أتباع البيت أو ننتمي لهم، لكن هذا هو الواقع اليوم. الجهة الأخرى أو المدارس الأخرى، ومع احترامنا طبعا لأنه نقلل منهم، لكن هذا هو الحق، عجزوا عن أن يقدموا شيئا للعالم، ما في شيء عندهم. بعد 14 قرن من العنتريات والادعاءات، وإذا الآن انكشفت الأمور. أسألوا الآن أي الآخرين، هؤلاء العالم الإسلامي الكبير، ما هو مشروعهم للحياة البشر؟ ما هو مشروعهم؟ ما في شيء. مشروعهم هو أنه كل واحد ليس معك، ليس ينتمي إلى فكرك، فالسيف، عرضوا على السيف، وهذا من الإخوان إلى التنازل، هذول المتعلمين بهم طبعا، والبقية ساكتون. طبعا في ناس وعيدهم كذا، لكن هؤلاء قد يكون مصالحهم وأمور أخرى تجعلهم يسكتون. فكرة للبيت، قد تسألني سؤال: ماذا قدم فكر أهل البيت عليه السلام؟ أهل البيت طبعا لم يتح لهم المجال، حتى يعني ما ثنيت لهم الوسادة حتى يقدموا كما قدم الآخر. دائما هم مضطهدين، دائما هم معذبين، مقتولين، مشردين بدون ذنب. يعني ما الذي فعله الإمام الكاظم عليه السلام حتى يعتقل ويموت في الحبس؟ ما الذي فعله الإمام الجواد كذلك؟ ما الذي فعله الآخرون سلام الله عليهم؟ وأتباعهم أيضا نفس الشيء. فإذا فكر أهل البيت وقوة منطقهم لا زالت تفرض نفسها على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما الجهلة والناس اللي يهرجوا أو لا شغل لنا معهم، أو المغرضون أو المستفيدون. أما الإنسان العالم مجرد أنه يفتح عينه على خطأ أهل البيت وعلى فكرة أهل البيت، رأسا ما يقبل الغرض، رأسا كالماء الآن إذا فتحت الماء في سد أمامه أو في حجر، بس شيل الحجر الماء يروح تقريبا، صحيح؟ ما يحتاج واحد يتفش الماء. هذا فكر يناسب الفطرة، يناسب العقل، فكر يحيي القلوب، يحيي النفوس، فكر الآخر الذي الموجود يميت القلب، يميت الإنسان، يميت المجتمعات، يميت الحياة، يميت الشجر، الحجر، كل شيء بالحياة جميل يميته. من ضمن ما قدم أهل البيت عليهم السلام، وهذا من الأمور التي نحن مسؤولون عنها قبل غيرنا، قدموا لنا كنوز في جانب الروحي. ومن أفضل لعله من أفضل ما قدموا عليهم السلام هو المناجاة التي تعرف بالمناجاة الشعبانية، التي نحن الآن تقريبا يعني في هذا الشهر المبارك عندنا تقريبا بعد 23 يوم لا زال المجال موجود. هذه أيها الأحبة كنز، ولا أريد أن أعيد يعني الكلام،
هذه كنز بين أيدينا. الذي يقرأ العربي واضحة، كلماتها واضحة، يقرأها ويتأمل بها، أو اللي يقرأ إنجليزي مثلا يمكن يقرأ الترجمة ويشوف أي معاني احتوت هذه المناجات الشريفة. هذه المناجات التي تحيرت فيها العقول، نعم بدون مبالغ يقول الإمام الخميني رضي الله عنه، يقول أن هذه المناجات الشعبانية هي من أرقى المناجات وأسمى المعارف الإلهية، ومن أعظم الأمور التي يستطيع من كان من أهلها الاستفادة منها وحسب إدراكه. وهناك كثير من الكلام عن هذه المناجات، يقول في كلام آخر: هل ناجيتم الله عز وجل في شهر شعبان بهذه المناجات التي نصت الأحاديث الشريفة على قراءتها في كل يوم من هذا الشهر؟ وهل انتفعتم من معانيها الإيمانية السامية والإحاطة بمضامينها حول مقام الربوبية؟ هذه المناجات كانت تقريبا كل الأئمة يقرأوها، يعني في أدعية كثيرة لم يكن مثلا كل الإمام يقرأ هذه الأدعية، لكن هذه المناجات كان الأئمة عليهم السلام كما في الروايات متفقون على قراءتها، وهذا يدل على أهمية، طبعا على أهمية كبيرة فيها. فهي إذن باب إلى شهر رمضان، ومن هنا تأتي الأهمية، أنه الإنسان لا ينبغي أن يدخل إلى شهر رمضان هيك، يعني يدخل بسهولة، يعني مثل واحد في الصبح اليوم والله سمعنا اليوم الهلال مثلا طلع البارح خلص الصوم، لا، أهل رمضان لابد لهم أن يهيئوا الحال ومن البدايات ليعيشوا مع هذه الأجواء العظيمة. المناجات الشعبانية تبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وطبعا عندنا روايات أنه الدعاء حتى لو الإنسان يعني مثلا طلب أي حاجة، فإذا بدأ بالصلوات وانتهى بالصلوات فإن الله عز وجل يستجيب الصلوات، أكيد الله تعالى تقبل الصلاة. عندما تقول تطلب من الله تعالى أن يصلي على النبي وآله، طبعا الله تعالى يستجيب هذا الدعاء، تمام؟ اللهم صل على محمد. فإذا عندك شيء بين صلاة بين دعائين مقبولين بعد هذا النص، الله تعالى كريم والله تعالى معطي. فيبدأ الإنسان، وهذا من سنن الأدعية اللي عندنا، أن يبدأ الإنسان بهذه الصلوات الكاملة، ليست المكتورة والناقصة كما يفعلها البعض، بحيث يقول يبلعها بلع اللهم صلي على محمد وخلص يسكت. ليش؟ ما ذنب الآل؟ ما ذنب الآل؟ لا ذنب لهم، لكنه على السياسة. ثم يقول: واسمع دعائي إذا دعوتك. طبعا بالمناسبة سمعتوا يمكن الآن المؤمنون المجاهدون المضحون رفعوا شعار يا حسين، فقال العالم قام عليهم أنه ما بدنا هالشعار، هذا شعار طائفي، صار حسين عليه السلام هو ابن بنت النبي، وصار الناس اللي وراء البحار هنا يتدخلوا في الشعار. طيب على كل حال إلى هالدرجة هذه، إذا قالوا يا شارون ما حد يحكي له طبعا. على كل حال فيقول: واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، واقبل علي إذا ناجيتك. يتوجه الإنسان يقول: يا ربي هذا الدعاء دعائي، أول شيء اسمعه يا رب. الله يسمع الدعاء طبعا، الله يسمع الدعاء. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولكن يريد الإنسان أن يتحبب ويبين أنه يا رب أنا الذي أدعوك، أنا على الوضع اللي في أنا اللي يعني شوف حالتي أنا يا رب، فاسمعني يا رب أرجوك. كيف واحد يعني تتوسل بالله عز وجل، تقول: يا ربي اسمع دعائي إذا دعوت، واسمع ندائي إذا ناديتك. النداء عادة يكون من بعيد وليس بعد مكاني، وإنما البعد هو معنوي. أحيانا الإنسان يناديك من بعيد، ينادي عليك يعني، هذا بالشيء بالمكان، ولكن نحن نتكلم عن الحالة المعنوية. الله تعالى قريب لكن قد أكون أنا بعيد عنه. ليش؟ لأنه حجبتني الدنيا عنه والحجب الكثيرة بيني وبينه. فقد أكون قريب من الله فأنا أدعوه، وقد أكون بعيد فأنا منادي. وأقبل علي إذا ناجيتك. المناجات بعد حالة من القرب أكثر، المناجات لما تكون جدا قريب.
وهذه الحالة طبعا جدا يبدأ الإنسان بها ويحس بها، ثم يقول يا ربي أنا هربان من شيء، أنا خائف من شيء، والآن إنما أدعوك لأنني هارب منك إليك. ومن العجب أن الإنسان يهرب من شيء يخيفه. واحد الآن يهرب من الحيوان، واحد مفترس مثلا، يهرب من عدو شرير، فيهرب هناك جهة يهرب منها وجهة يفزع إليها، يعني يلتجئ بها، مثل واحد رايح للبيت حتى يحتمي به، رايح إلى السيارة حتى يهرب من مثلا من العدو اللي عنده، يروح إلى الطفل إلى أمه حتى يحتمي بها، كل شيء الواحد عنده. يقول نحن يا رب أنا أفر علما إليك، منك إليك، لأنه ما في عندي غيرك يا رب، فقد هربت إليك، أنا هربت إليك، فزعت إليك لأنه أنا لا أملك أحدا غيرك. وهذا هو مع القرآن، منطق القرآن يقول ففروا إلى الله. الله تعالى يأمرنا دائما أنه بدل وين تفر أيها الإنسان، يعني في ناس يفروا من البوليس، وفي ناس يفروا من الدولة ويروح، يمكن يطلع الحدود ويروح، لكنه وين يفر من الله عز وجل؟ نعم. ولهذا الله تعالى لما يفر الإنسان من عنده، طبعا هاي كلمة مجازية، إذا فر من هو يظن، يعني ما في فرار من الله، إذا يظن أنه فر من سوف يقع، الله تعالى ما يعجل عليه، لا يعجل عليه، لأنه إنما يعجل الأخذ من يخاف الفوت. يعني واحد هنا بالمطار وعليه مشكلة، ما يخليه يطلع، صح ولا لا؟ يلطوه، ليش؟ أنا بس طلع خلاص راح. لكن الله تعالى ما عنده مكان يفر الإنسان به، وين راح؟ للغرب، راح للشرق، راح آخر الدنيا، يلقى هنا هناك، بس مو الآن، الله ما يستعجل. إنما يعجل الأخذ من يخاف الفوت، اللي يخاف العدو يفوته يلقى، لكن الله عز وجل لا يفوته أحد، سوف يمسكه. إذن هناك جهة يهرب الإنسان منها، يخاف منها، يفزع، وجهة يهرب إليها، وهذه لا بد منها في حالة الخوف. طيب من ليش الإنسان يخاف من أي شيء؟ العدو الرئيسي للإنسان من؟ يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وفي آية أخرى أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الإنسان يهرب من الشيطان، هو العدو الأول. ليش؟ لأن إبليس أخذ عهد، أخذ عهد منذ أن عصى الله عز وجل ولم يسجد لآدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كل الناس في دائرة استهدافي، لأغوينهم أجمعين. طبعا بعدين صار استثناء، إلا عبادك منهم المخلصين. مخلصين، المخلصون ما يقربوا صوب الشيطان، لأنه أنت لما تروح إلى مكان في منطقة بالحرب اسمه منطقة حرام، في تحت مرمى النيران، ما فيك تقرب إلى تهدف، بس قربت صرت في دائرة الاستهداف. فالشيطان نفس الشيء، إذا الإنسان بعيد عن دائرة النطاق المرمى الشيطاني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن متى ما قرب الإنسان، متى ما قرب قال لا ما مش مشكلة، هاي شغلة أنا ما راح أسوي حرام، لا راح أجي شوية أقرب صوب المكان الحرام أو ابن عم الحرام كما يسمون، هنا إذا دخل فيها الدائرة ربما تصيبه القنص الشيطاني يقنصه. ولهذا الشيطان يأتي لكل الناس، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طيب الشيطان شغل يبرم عليك، يدور على الإنسان ليل نهار، تقول إلى أن يموت. الذين اتقوا إذا مسهم طائف، مو الشيطان يمسهم، طائف يدور حولهم ينتظرهم من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا المهم أن يتذكر. أما الغافل لا، يخلوا له جورة يروح بجورة خلاص، سهل جدا. فإذا يطلب الإنسان من الله عز وجل أنه أن يفر من هذا العدو إلى حصن آمن، إلى مكان آمن. وهذه القلعة الحصينة هي قلعة الله عز وجل، قلعة التوحيد التي يعبر عنها الأئمة عليهم السلام. يقول الإمام الرضا عليه السلام في حديث معروف قال كلمة لا إله إلا الله حصني، حصن، شايفين الحصن المهم، فورترس، كلمة لا إله إلا الله حصني،
فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. طبعا مو القول بالحكي، لا يعني يقول يعيش التوحيد في حياته. ثم قال بعد أن مشى خطوات في نيسابور، قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. لا دخول إلى قلعة التوحيد بدون أهل البيت أبدا إطلاقا. ستوحيد من نوع شكل، من نوع آخر. ستوحيد أن الله عز وجل هو رجل، هذا البخاري أمامك ومسلم وغيره، أنه الله عنده رجل وعنده شعر ويمشط وما أدري كذا نعليه في رجله وإلى آخره، هذا مو رب العالمين هذا. زين، كل الجمعة اليوم عند الجمعة ينزل إلى السماء، نعوذ بالله طبعا من ذلك، وهم يتقولون تقريبا قاطبة أن الله تعالى يرى يوم القيامة. طب ما سأل الله، تمام؟ على أي حال، التوحيد اللي بهالطريق يأتي عن طريق ابن تيمية، هذا التوحيد طبعا مو توحيد، هذا كفر بالله عز وجل. لكن على كل حال، أما توحيد اللي جاء عن أهل البيت عليهم السلام، الذي ينزه الله عز وجل عن الجسم وعن المكان وعن الزمان، هو فوق، هو خالق الزمان وخالق المكان وخالق كل شيء، لابد يكون فوق هذه كلها. ثم يقول عليه السلام: ووقفت بين يديك مستكينا، لك متضرعا، إليك راجيا لما لديك ثوابي. يقول: يا ربي أنا جئت واقف ببابك. طبعا الله ما عنده باب في بالحج، لما أروح الناس للحج يقفون باب الكعبة، دعاء استحب واحد يقرأ، يمسك الباب ويتوسل بالله عز وجل. ليه؟ طبعا يحس بحالة من الخشوع، حالة من الرهبة لما ينظر الكعبة عز الله. الإمام عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام، هو المناجاة له، يقول: الإنسان لابد أن يشعر بأنه في كل حياته هو واقف بباب الله عز وجل. يعني كيف أنت واقف بباب الكعبة، تصور نفسك بباب الكعبة وراجيا لله عز وجل، خائفا، عندك طمع بالله، عندك هذه الحالة، لماذا لا توسع الحرام؟ أنت وسع، اعتبر أن الحياة كلها حرام، وأنت دائما تقف بباب هذا الحرم وتطلب من الله عز وجل أن يرحمك وأن يعينك وأن تكون في كل مكان للمعصية أنت تمتنع عنها، لأنك في حرم الله عز وجل وفي عين الله، لأنه ما في مكان يخلو من الله عز وجل. ثم يستمر الإمام عليه السلام، ولا أريد أن أطيل طبعا، وإنما أشير إلى نقطة لطيفة. يقول سلام الله عليه، هذه النقطة جدا مهمة، يقول: إلهي وأنر أبصار قلوب، إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، اجعلني منقطع إليك. لما نقول فلان منقطع إلى فلان، يعني هذا عايش عليه وما يحتاج غيره، مثل هذا من جماعة من زلمة النائب الفلاني أو الرئيس، شو معناته؟ معناه ما يروح بعد النائب الثاني يأخذ من عنده مصاريف، بس من هذا يسموه منقطع إليه. فيقول: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، اجعل اعتمادي الأول والأخير كله عليك في علاقتي بك، وأنر أبصار قلوبنا. ليس المهم أن الإنسان عنده بصر ينظر به، أبصار القلوب يقول أنرها، اجعلها نيرت. بماذا؟ بضياء نظرها إليك، إن الله تعالى يرى بالعين، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. يا ربي نحن لا ننظر شيء، ما نرى شيء، نحن الآن إذا فعلنا معصية ما نشوف شيء، مشكلة يعني، مش بقدير يعني، ولكن هذا الذي ينظر بقلبه يرى أنها إن شغلة كبيرة جدا، يرجع على بيته يمكن يتأذى يبكي. يقول: حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. وإلهي، بعدين يستمر الإمام سلام الله عليه يقول: وألحقني بنور عزك الأبرج، فأكون لك عارفة وعن سواك منحرفة ومنك خائفا مراقبة. الإنسان بحاجة إلى هذا النور، وإلا هو فقير. يقول: يوم الأيام جاء بهلول للرشيد العباسي، فتأذى الرشيد، قال له: يا بهلول أنت ليش تلعب مع الصبيان بالشارع؟ كان يلعب معهم. قال: أنا ألعب، هذا شأني، دخلك أنت ألعب معهم. قال: طيب تعال أعطيك مصاري، أنا أعطيك أموال. قال: وهل تظن بأن من خلقك وخلقني ومن أعطاك سينساني؟ الذي أعطاك خلقك وأعطاك سوف يعطيني،
لاحظ. ثم يوم من الأيام رآه بهلول، شاف الرشيد، أقبل إليه قال خذ هذا الدرهم، انطى الدرهم. قال ما هذا؟ قال عندي نذر لك. شو نذر؟ خليفة بهالعظمة هذه، عظمة الدنيا. قال نذرت نذر إنه لا الله حقق حاجتي، لا أعطين هذا الدرهم لأكثر الناس بؤسا، يعني the most miserable one بالدنيا، ودورت ما لقيت واحد غيرك فعلا لأنك أنت أزهد الناس. قال له كيف أنا أزهد الناس؟ قال أنت زهدت في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الظلم كله. والمهارون مات بشاركم بالأربعينات، مات هارون الرشيد، نعم ما بشار بعده، لكن راح إلى خراسان هناك في عنده حركة ومات، وخلوه دفنوه في المكان اللي الآن الإمام رضى عليه السلام فيه. هو مات قبل الإمام رضى عليه السلام، دفنوه في نفس المكان، نفس القبر، بعدين دفن الإمام فيه. ولكن هذا كما قال دعبل لا ينفع، لا ينفع الناس يزورون الإمام رضى ليل نهار، والملائكة تدعو وتستغفر لزواره، لكن بنفس الوقت لا ينفع هارون كما قال دعبل قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم، وهذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي، ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرري، هيهات كل امرئ رهن بما كسبت يداه، فخذ ما شئت أو فدري. لأن في ذاك العالم بعد ما في إنه والله عنده أقارب وابن عام، وطبعا هما قرابة، تعرف رشيد العباسي بن عباسيين أقارب أولاد عام، والإمام رضا عليه السلام وأهل البيت، أهل البيت رحمة وكرم. هذا يبين لك أنه عالم الآخرة غير عالم الدنيا. نحن بالدنيا نفكر أنه والله فلان خلاص أنه خلوا مثل حد بي، وبعض الناس يوصي أنه دفنوني حد بي، ما ينفع والله سعد بيك على ذاك العالم. ما حد، هو حالة نفسية هذه الإنسان لأنه فزعان، فيصور ذاك العالم مثل الدنيا، كيف أنه يفزع على أمه ولا بيه. ذاك العالم يختلف. من كان بينك في التراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. نعم، لو بعثرت للخلق أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. هذه عبرة، ولهذا هذه الكنوز بين أيدينا في شهر شعبان وشهر رمضان إن شاء الله جاي. الإنسان يجلس ويقرأ لا سطر واحد، سطر شو معنى؟ حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. في حجب من النور؟ أسألكم السؤال، نعرف حجب الظلام، نعم؟ ما هي حجب النور؟ حجب النور، النور لا يحجب، بالعادة الظلام يحجب صح؟ النور يخليك تشوف أكثر. طيب لماذا حجب النور؟ يقولون إن بعض، أن العلم نور مثلا، العلم إذا كان اللي تعلم الإنسان ولم يعمل تحول إلى حجاب يحجبه عن الله عز وجل. العلم نفسه اللي هو نور، هذا العلم الذي هو نور ورحمة ويعطي الإنسان بالحياة بصيرة، إذا لم يكن لله عز وجل ولم يكن معه عمل تحول إلى حاجب بين الإنسان وبين ربه. حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أن نعيش مع هذه الكلمات، وأن يوفقنا وإياكم لأن نقرأها ونتأمل فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.